موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف. أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حلقة نقاش بعنوان دور المرأة في صناعة القرار في إطار فعاليات اليوم الرابع لمنتدى شباب العالم، حيث استمع الرئيس إلى ما طرحته بعض المتحدثات ومن بينهن رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي حول التحديات المتعلقة بتمكين المرأة، مشددا على دعمه لفكرة تنظيم برامج متكاملة لتمكين المرأة فضلا عن العمل على تصويت أو تصويب سلوكيات المجتمع إزاء التعامل معها. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية فنلندا تيمو سويني على هامش أعمال منتدى شباب العالم، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مشيرا إلى حرص مصر على الاستفادة من التجربة الفنلندية المتميزة في مجال التعليم. وأكد الوزير الفنلندي حرص بلاده على المشاركة في المنتدى لتعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة. وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأعلن عبد العال تأجيل أخذ التصويت النهائي لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانوني. بدأت السلطات الإماراتية فعاليات افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس كل ساعة إلى ملتقى